ان هو لسه موقوف، معرفش ليه، مش فارق. anyway تعالي يا اختي، تعالي منك لها يا اختي. ماسك العروسة يا اختي، تعالي يا عروسة. انت كنت بتلحسي الكبشة ولا ايه؟ yeah I think انا دلوقتي سيحت صابونة الدوف مع حتة جوز هند مع لسعة صغيرة كده فازلين، وارجع بيه على النار، احاول اخليها تلف بس وبحاول ان انا اتأكد انها ساحت. الصابونة لما بتسيح بتندمج جدا مع الفازلين مع الجوز الهند، اوكي. لنتيجة صح لازم تتبعي الخطوات، ما اقدرش اسمح لحد عندي على الصفحة بتاعتي يكتب اي شيء لاي حد، لان ده وشك مش وشي. انا وشي انا عارفة كويس او بعمل له ايه، لكن وشك انتي تجسفي انك تخلي حد يكتب لك حاجة وتاخديها وتمشي، يبقى تستهلين اللي يجرالك. ناو انا سيحت الصابونة الدوف قدامكو سائلة اهي مع جوز الهند مع الفازلين. اول ثلاث حاجات بالمقادير اللي انا قلتها ببقي كده هون في الفيديو، يس اللي انا بقولها هي دي المقادير اللي هي الصح، اوكي. المعلقة النونو بتاعت الشاي هي دي جوز الهند، مش معلقة، معلقة نونو يا هتجيبي بقرة حلوب او جبنة كيري او جبنة مثلثات للشبه بقر الحلوب بتاع بيت الورمة اهي، هتفضيها على الخلطة دي على الصابونة. alright وطولوا بالكم معايا عشان الخطوة دي مهمة. الصابونة مع حتة الجبنة المثلثات او جبنة كيري او اي جبنة ماسكة روحها مضمونة. انا بالنسبة لي الجبنة الكيري فيها كريمة كتير، لكن الجبنة المثلثات بتاعت لافاش كيري الكريمة اللي فيها قليلة. وحاولي ان انتي تدعكي الجبنة مع الخلطة بطريقة بحيث ان انتي تتأكدي ان هي بتسيح وبتندمج مع الخلطة بتاعتنا. حاولي على قد ما تقدري ان انتي تدمجيها كويس، يعني دوبيها كويس، اوكي. وحاليا انا هعمل حاجة تانية كمان معاها غير الحاجة الاولانية، يبقى قدامكم خيارين، اختيارين. اختيار ان انتي تسمعي كلام واحدة قاعدة زيها زيك على الفيديو، او تسمعي كلام ابي. انا مجربة الحاجات دهيا وبخاف على بشرتي وجسمي ووشي وايدي وكل حتة فيا جدا جدا، ما عنديش استعداد اني اجازف بشيء يضرلي بشرتي، اوكي. فانا دلوقتي بحاول ان انا اديك الخلطة الصح او الطريقة الصح لعملية التفتيح والتبييض لأي عروسة هتتجوز. ألف ألف مبروك أينما كنتي، ألف مبروك. أوكي ناو أنا حاسة إن هي عايزة تتعرض للنار تاني عشان أحاول إن أنا أتأكد إن الجبنة ساحت مع الصابونة، يس عايزة أدمجها كويس في السخونة مش بالمضرب، في السخونة على النار كأنك واقفة قدام فنجان قهوة للعريس يا 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 حلوة يا، ولا دلوقتي بقيتي عندك خدامة بتقولي لها اعملي قهوة للعريس يا. احنا زمان كان لازم نعمل القهوة للعريس، عجبته القهوة بيتجوزها، ما عجبتهاش ما عجبتوش القهوة ما بيتجوزهاش، اوكي. كده 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 بحاول ان انا اتأكد انها ساحت الجبنة مع مع
روز الهند مع الفازلين على قد ما اقدر اتاكد ان هي بتلف معايا. اوكي ابتدت تسيح جدا وتفك وتندمج مع باقي المكونات. معلقتين من الصابونة الدوف المبشورة البيضة، معلقة شاي صغننة نونو من جوز الهند، حتة على ضفرك من الفازلين. اوكي وكده انا حسيت ان هي اهي، شايفين بقت عاملة ازاي. دلوقتي الخطوة اللي جاية نص ليمونة. اوكي لازم نص ليمونة لان الليمون بيفتح وبيساعد البشرة ان هي تجيب نتيجة حلوة. الخلطة اللي قبل دي الفيسبوك وقفها، مش فاهمة ليه، بس مش مشكلتي لانه اصلا انا ما بيأس. اوكي نقطتين الليمونة اهي كده، يبقى المواد السائلة دخلت صح. للتبييض، للتفتيح، للأماكن الحساسة والحساسة قوي أو جدا خالص، يا وللعرايس اللي هتتجوز، يس، واللي عايزة تضيع السواد الأعظم بين الوركات تحت البطاط، طاط طاط طاط، بتتأكدي إن الليمونة اندمجت تماما مع باقي المكونات. اوكي وهتجيبي اختيارين، قدامك اختيارين، لكن انا هكمل الخطوة اللي انا وقف فيها الفيديو واتقطع. معلقتين من الشوفان المضروب في الكبة فوقيها، وبقلب وادمجهم معاها. اوكي معجون اسنان حتة قد نص صباعك، معجون اسنان ابيض سادة بدون اي شيء، لازم ضروري تحطي حتة كولجيت لانه بيساعد مع الليمون على التبييض. واكبر دليل هعمله لكم دلوقتي بعد الخلطة دي، معجون الاسنان مع الليمون بيعمل ايه، هوريكم حالا عشان الناس الجهلة اللي مش تعرف تفهم. الشوفان دخل اهو، معلقة واحدة من النشا كورن فلاور 1 سبون، اون توب وحاولي ان انت تو ميكس ات اب. في الإعادة إفادة. وحبيبتي اللي طلبت مني الخلطة دي فعلا هتتجوز، لو مش هتتجوز وبتكذب it's okay، هي اللي هتاخد الريسك. anyway الشوفان بيبيض مع معجون الأسنان. اوكي الشوفان بيبيض مع الليمون، الشوفان بيبيض مع الجبنة المثلثات. دلوقتي الخلطة قدامكو اهي، ماسكة روحها، بتدهنيها على جسمك كله وبتسيبيها، بعد لما بتدهنيها بتسيبيها ثواني وبعدين بتفركي جسد بيها عشان تاخدي نتيجة صح. ودي الخلطة اللي عملتها في الفيديو اللي كان انقطع اهي قدامكو، ثابتة اهي مش بيجرى لها حاجة،
لان الفازلين وجوز الهند لما هتحطيه